ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور ناصر، يعني ثلث الأسر البريطانية بتعاني من فقر الوقود بحلول يناير المقبل، ما الذي تقوم بها الحكومة للتقليل من هذا الأثر على المواطنين؟ الحكومة البريطانية تعاني الآن، هي مستقيلة، وعدت بمساعدات لكنها جمدت لغاية قيام حكومة جديدة في أوائل سبتمبر. هذا أول أمر. اثنين، هي رفعت سقف، كان هناك سقف لفواتير الطاقة على شركات توزيع الطاقة الكهرباء يعني، ورفع هذا السقف بسبب علو أسعار الطاقة. الحكومة وعدت بأنها ستخصص ربما ضريبة واحدة للطاقة على شركات الطاقة، يعني مثل بريتش بتروليوم وغيرها المنتجة للطاقة، لأن مكاسبها كبيرة في الربع الثاني من العام. يعني شركتين فقط، شيل وبريتش بتروليوم، راكمت أرباح ب20 بليون جنيه. مقابل ذلك الحكومة قالت أنا سأقتطع ضريبة لمرة واحدة ب5 بليون جنيه من شركات الطاقة كلها، وليس فقط هذان الشركتين، ومساعدات أخرى تصل ربما إلى 20 بليون جنيه توزيع على شرائح المجتمع المحدودة الدخل. لكن هناك مشكلة، أن ليس كل الناس، يعني الغني يستفيد أكثر من الفقير، وكما قلتم المتقاعدين عندهم أساسا مساعدة طاقة، لكن برأيي كثرة الوعود لا تعني كثرة المدفوعات، وهذا ما دفع زعيم المعارضة العمالية للقول يجب تجميد، يعني رفع السقف الذي مفترض أن يزال في بعد شهر، واثنين زيادة المساعدة من 5 بليون جنيه إلى 8 بليون على شركات الطاقة مع أمور أخرى. إذن هناك نزاع في اقتصادي في بريطانيا بهذا الإطار، الفواتير، وبنفس الوقت تراجع القدرة الشرائية للرواتب بنسبة 10% خلال عام. طيب، احتياطات الغاز أيضا في ألمانيا بتكفي يعني لتشغيل المنشآت الصناعية لمدة 2.5 شهر فقط، كيف تستطيع دولة كألمانيا مواجهة أيضا هذه الأزمة؟ أنا من خبرتي مع شركات الطاقة أن أعطينا نحن على الأقل في آخر 10 أعوام أن الفحم هو ملوث أول للطاقة في العالم 65%، ثم يأتي النفط، ثم الغاز الأقل تلويثا، وبالتالي حصلت استثمارات هائلة للغاز في أوروبا، بمعنى جره من روسيا، هناك مشاكل. مصر كانت محظوظة بهذا الأمر بوجود احتياطات هائلة وقدرة تكرير، وبالتالي أوروبا دقت أبواب مصر بسبب الحرب في أوكرانيا، محاولة روسيا خنق أوروبا، ووعود أمريكية بتزويد غاز لكنه أعلى سعرا، خصوصا الغاز المسال. إذا هناك عدة مشاكل، هذا ما يضغط الآن، أنا أقول الآن عشية الشتاء في أوروبا، بتراجع الاحتياطات، تراجع العقود الشراء، ودق أبواب من بريطانيا، وحتى أكثر يعني ألمانيا هي قاطرة صناعة أوروبا، وبالتالي عندما أنظر إلى ألمانيا أنظر إلى دول وسط، يعني 7 من دول حوالي ألمانيا مرتبطة صناعيا بها، بمعنى هي تدق أبواب الخليج للنفط وأبواب مصر وقطر وغيرها لأخذ شحنات غاز بالمدى القصير. قد لا تكفي هذه الشحنات لأن شهية أوروبا كبيرة، وبالتالي حتى لو كفت هي تكفي الأمر يعني الاستراتيجي، وبالتالي يبقى تراجع النمو هو ما نخشى عليه. نعم دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.